حياكم الله معانا بحلقة جديدة عن كونكورد ديليجونس الكويت 2015. راح نتكلم بعجالة عن بعض السيارات اللي موجودة في المعرض، وراح نطرق حق بعض التفاصيل عن بعض السيارات لأن المعرض فيه تقريبا 65 سيارة، فإذا تكلمنا عنهم كلهم راح ناخذ 10 أيام. السيارة اللي معانا هذه مثل ما انتم شايفين المرسيدس SLR 300. هذه سيارة نصنع منها نسختين فقط اللي هم صنعوا حق الشارع، الباقي كانوا سيارات سباق. هذه سيارة جاية خصيصا متحف مرسيدس في ألمانيا، والهدف انه يعرضون حق الناس ان هذه واحدة من السيارات النادرة جدا. كان في مرسيدس 300 SLR بس كانت نسخة الشارع، في نسخة السباق. من نسخة السباق اللي سووهم حق الشارع مرة ثانية ثنتين، هذه واحدة منهم يسمونها الأولنهارت. هذه السيارة الغريب فيها ان سنة 1955 مرسيدس قدروا يوصلون حق سرعة 280 كيلومتر في الساعة بالسيارة هذه. نلاحظ هذه الفتحة هنا على أساس ندخل هواء حق المحرك، لأن المحرك شوية جايبينه ناحية اليمين وراجع تقريبا المحرك في الوسط هنا خلف المحور الأمامي. هذه واحدة من السيارات المهمة اللي صراحة موجودة بالكويت حق كونكورز الكويت ديليجونس 2015. ناخذكم جولة سريعة مع بقية السيارات، حياكم. هذه السيارة أيضا جاية من متحف مرسيدس في ألمانيا. السيارة هذه يسمونها 500K. سنة 1935 كانت سيارة قوتها 160 حصان، وكان وزن السيارة فقط 600 كيلو. فلو أن احنا بنتكلم لغة الأرقام، فلو سيارة هذه دبلنا وزنها حق السيارات الجديدة وصارت خلينا نقول 1200 كيلو، ودبلنا الباور تصير 320 حصان، فاحنا قاعد نتكلم عن شيء يمكن اقوى من اللوتس اكسيج، او خلينا نقول حتى يمكن اقوى من البي ام دبليو ام 3 مالت الايام هذه. سياره وايد نادره، وتقدر قيمتها الحاليه ما يفوق تقريبا 15 مليون دولار. هذه السياره موجوده ايضا جايبينها مخصوص من متحف المانيا، هم سيارتين جايين المتحف، هذه واحده من السيارتين، وراح نتكلم عن بقيه سيارات، حياكم معنا. هذه سيارة يمكن وايد معروفة حق وايد ناس اللي هي اللامبورغيني ميورا. اللامبورغيني الميورا صنعت في 1963 بعد ما تهاوش فروتشو لامبورغيني مع انزو فراري، وراح له وقال له سياراتك مو مضبوطة، فقال له انت مو كفو تسوق فراري، فعصب ورجع وقال انا راح اصنع سيارتي الخارقة بروحي. فانصنعت سيارة الخارقة هذه اللي هي الميورا سنة 1963. السيارة اللي انتم قاعد تشوفونها هني موديل 1972، هذه واحدة من طرازات النادرة اللي نزلت بعدين اللي هي الميورا SV. الغريب في الميورا ان ماكينتها 12 سلندر بس بالعرض، شلون هم سووا الجير والهذا بوقتها انا ما ادري، بس عجوبة. ونلاحظ ان هذه كانت بداية شيء اسمه سوبر كار. واحدة من الأشياء اللي خطرة باللامبورغيني إن خزان البنزين قدام، فإذا السيارة كان خزانها فاضي من يدوسون يعني خلينا نقول توصل سرعتها 260-270 تبتدي ترتفع من قدام، لأن الوزن ورا وماكو بنزين قدام. ما أدري شنو أقول عن سيارة، كانت عجوبة تصميم حق المصمم أو خلينا نقول شركة الديزاين العالمية برتوني بوقتها. نتكلم عن بعض السيارات بعد اللي موجودة في متحف، حياكم. بعد ما تكلمنا عن الميورا، ميورا تقريبا هذيك كانت موديل 1972. سنة 1973 انصنعت اللامبورغيني الكونتاش للمرة الأولى. كونتاش تعني بالإيطالي مثل واو، الله شيء وايد قوي نار. كانت ثورة في عالم الديزاين مثل ما كانت الميورا، لأن كانت أول سيارة يمكن في التاريخ يتبطل بيبانها سيزر دور اللي هم يتبطلون اثنينهم ليفوق. هذه كانت يمكن أول سيارة توصل حق سرعة 200 ميل ما يعادل 320، وكان ديزاينها يمكن مو الموديل 1973 اللي وصل حق السرعة هذه، ولكن الأجيال الثانية من الكنتاش وصلت حق السرعة هذه. السيارة هذه يسمونها LP400، كان في LP أعتقد يا 450 أو LP500 من الإديشنز اللي نزلت، وانقطعت السيارة تالي علشان تم استبدالها بالديابلو. خلنا نشوف بعد سيارة وايد حلوة ونعرف تاريخها، نسولف لكم عنها، حياكم. هذه السيارة أيضا في سنة 1973 بورش صنعت هذه السيارة اللي هي يسمونها الكاريرا راس، اللي كانت ماكينتها 2.7. الغريب بالسيارة هذه أن يمكن واحدة من السيارات اللي وايد الناس كانت تحب سواقتها، مع أن لو أقول لكم هي عبارة عن 190 حصان فقط، ولكن وزنها
أقل من طن، 900 وشيء كيلو، آسف 890 كيلو تقريبا إلى 900 شيء على حسب بعض الموديلات وبعض السنوات اللي تم تغيير أشياء بسيطة بالسيارة. هذه سيارة الأوريجينال كونديشن، صبغ المصنع، يمكن 95% من البارتس اللي موجودة هي الأوريجينال بارتس اللي انصنعت فيها سيارة بسنة 1973. فالحين كان عندنا 1972 يمكن شفنا الميورا، 1973 شفنا الكونتاش، والحين هذه أيضا سنة 1973. كنت أتمنى أن يكون مولود 1973 عشان لا أتمنى يكون عندي ليسن وقتها. هذه بعض السيارات اللي يمكن كانت المتحف، وايد صعب أن احنا نغطي لكم كل السيارات، ولكن اخترنا بعض السيارات اللي نعتقد أن يمكن الناس شوية لها اهتمام فيها، وراح نوريكم بعض اللقطات أيضا بشكل عام من المعرض مال هالسنة. حياكم معنا.